تعالوا نروح في البداية لزميلنا كريم أحمد من فندق الإقامة، نتعرف منه على آخر الأجواء قبل ما يروحوا الفريق لملعب المباراة. زي ما حضراتكم عارفين ماتشات الأهلي والمصري بتتلعب في برج العرب في اسكندرية. تعالوا نطمن من كريم على آخر الأجواء ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. جزيل الشكر ليك كابتن ايمن شوقي، وكل التحيه والتقدير لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. يعني نقدر نقول بقى نهايه الموسم، مباراه اليوم بطوله كاس مصر دور ربع النهائي هنا في الاسكندريه على استاد برج العرب، الاهلي والمصري في تمام الساعه 6. بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، تكون نهايه سعيده على جمهورنا وعلى لاعبتنا، على مجلس اداره، بفوز، باداء، بنتيجه ان شاء الله تسعد كل جمهور النادي الاهلي. موسم شاق وصعب جدا امتد الحقيقه لشهور كثيرة جدا، لكن الحمد لله يمكن النادي الأهلي في هذا الموسم، يمكن نقدر نقول موسم قياسي في الأرقام وفي الإحصائيات وفي اللاعبين وفي الصفقات وفي الترتيبات، الأمور الإدارية الفنية. الحقيقة بنوجه كل التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي، المنظومة راضية بالكامل داخل النادي الأهلي على هذا الشكل الرائع اللي بنتمنى إن شاء الله بإذن الله إن الموسم القادم جمهور النادي الأهلي طماع، عايز أكتر من كده كمان. حققنا بطولات عديدة، لكن إن شاء الله بإذن الله على نفس النهج ونفس المستوى ونفس الروح والشخصية الكبيرة جدا اللي بنشوفها مع لاعبي النادي الأهلي، بمشيئة الله إن شاء الله يكون الموسم القادم من نصيب النادي الاهلي بكل الجديه وبكل الاداء المميز ان شاء الله. كالعاده كابتن ايمن، طبعا متواجدين هنا في مقر فندق طبعا الاقامه في الاسكندريه. النادي الاهلي استعداداته الاخيره زي ما تابعناها على مدار ال 48 ساعه الماضيه بتدريبات، تدريب اخير الحقيقه كان امس قبل التوجه الى هنا الى الاسكندريه. مستر كولر كعادته طبعا يعني في المباريات الكبيره بحجم هذه المباريات، مباراه الكاس كمان اللي بيكون فيها النوك اوت، ده بيكون امر مهم جدا ان انت يكون في مزيد من التركيز، مزيد من الجديه. عشان كده ان شاء الله باذن الله تشكيل يكون موفق فيه جدا مستر كولر. لعبتنا النهارده ان شاء الله اي 11 يكونوا متواجدين، عندنا ثقه كبيره جدا جدا فيهم. الغيابات مش هنتكلم عليها لان عندنا غيابات كثيره، لكن ممكن نذكر سريعا طبعا لكل جمهورنا استمرار غياب السوليه ومتولي، ويمكن بنضم معاهم كمان محمد شريف، لكن محمد شريف ان شاء الله مع بقى امتداد الاجازه اللي هياخدها النادي الاهلي لمده 20 يوم يعود ان شاء الله باذن الله من خلال المعسكر اللي مشيئه الله يكون معسكر مفيد جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيستعد بترتيبات اداريه اللي هي المعسكر الخارجي، لان لابد يكون في الحقيقه تجمع لكل النجوم المتواجده، كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله تكون في استفاده في المرحله القادمه، وتكون بدايه ان شاء الله معسكر فريق للنادي الاهلي. ايضا كمان كابتن ايمن، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، يمكن احنا عارفين المنعم عنده طبعا ايقاف، وياسر ابراهيم طبعا بيشكي من الاصابه، لكن ان شاء الله باذن الله السكواد والقائمه المتواجده ان شاء الله باذن الله مستر كولر من خلال قراءات الفيديو، من خلال المحاضرات، من خلال الوقوف بشكل عام طبعا على نادي المصري. لو نتكلم على نادي المصري عنده قيادة فنية جديدة، كابتن علي ماهر الحقيقه يمكن من المدربين المميزين جدا، عشان كده هنشوف النهارده يعني غلق مساحات، هنشوف امور تكتيكيه كثيره، عشان كده بيتطلب ان شاء الله باذن الله من لعيبه النادي الاهلي التركيز الكبير من مستر كوره ان شاء الله، القياده الفنيه لمدار ال 90 دقيقه مقسم المباراه ازاي ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق النهارده للعيبتنا. يمكن خلاص اقدر اقول لك المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه، مستر كولر بياكد على الرتوش الاخيره للتمركزات، هنبدا ازاي، موزع الجيم ازاي، ان شاء الله يكون في استيعاب كبير جدا للعيبه النادي الاهلي. كمان الامر المهم جدا هو النهارده تشوف النادي الاهلي وجمهوره، ويمكن ده امر مهم لان الادوار الماضيه انت عارف يا كابتن ايمن يعني الحرمان من وجود الجماهير في الادوار الماضيه حتى دور ال 16، لكن يمكن في ربع النهائي خلاص تم السماح لكل الجماهير وتحديدا لجمهور النادي الاهلي. وعلى ذكر الجمهور، كعاده مجلس اداره النادي الاهلي توفير باصات كالعاده مجانا من القاهره الى هنا لمؤازره ومسانده فريق النادي الاهلي في مباراه مهمه جدا امام نادي المصري البورسعيدي. ان شاء الله باذن الله كعادتنا طبعا يا كابتن ايمن من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي بننقل كل الاجواء والكواليس خاصة مباراة اليوم من هنا من فندق الإقامة حتى ملعب المباراة النادي الأهلي والمصري في تمام الساعة 6 في ربع نهائي بطولة كأس مصر. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم أحمد. يمكن كريم